أهلا بكم إلى هذا الموجز. قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة الجمعة إنه سيسلم السلطة إذا أجريت انتخابات بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف. جاء ذلك في تصريح لدبيبة خلال مؤتمر صحفي في باريس عقب مؤتمر دولي بشأن ليبيا. وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي أيضا خلال المؤتمر الصحفي إن المجلس سيسلم السلطة إذا استطاعت مفوضيات الانتخابات تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر المقبل. وضعت ضمانات حقيقية لقبول نتائج هذه الانتخابات، وفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لهذه النتائج. لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وبشكل توافقي بين كل الأطراف، سوف أسلم السلطة للجهة المنتخبة التي اختارها الشعب الليبي. أنا أريد أن أؤكد على أن نحن لم نختلف الحقيقة. الأمور التشريعية هي اختصاص برلماني، وبالتالي هناك قوانين خرجت وهناك مفوضية قائمة، وإذا استطاعت هذه المفوضية ونحن سوف ندعم عملها أن تقوم بانتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر، سوف نسلم السلطة لأول جسم منتخب، وهذا ما أكدنا عليه كطرفين موجودين. قال رئيس أركان الجيش الصحراوي محمد الوالي أعكيك إن جيش بلاده على أتم الاستعداد لتحرير جميع الأراضي الصحراوية المحتلة ونيل الاستقلال، داعيا الشركات التجارية إلى الابتعاد عن الاستثمار في الأراضي المحتلة لأنها منطقة حرب وغير آمنة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن محمد الوالي عكيك بمناسبة الذكرى الأولى لخرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 بالثغرة غير الشرعية بالقرقرات، قوله إنه الجيش الصحراوي يحيي الذكرى وهو منتصر. عبرت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى عن قلقها العميق من تعيين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لمجلس سيادة جديد، وقالت إن الخطوة تعقد جهود إعادة عملية الانتقال الديمقراطي لمسارها. وحثت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وسويسرا الإجهزة الأمنية في السودان على احترام الحق في حرية التعبير دون خوف من التعرض للعنف أو الاعتقال قبل احتجاجات من المقرر خروجها اليوم ضد تحركات الجيش في البلاد. قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الجمعة إنه مستعد للاستقالة في حال توافرت ضمانات لم يحددها بعد أو بعدما اتخذت دول خليجية إجراءات عدة بحق لبنان. جاء ذلك إثر لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. ما حدا حكينا بعد عن ضمانات لا في الداخل ولا من الخارج. بقى إذا بتجي الضمانات اللي أنا قلتها لغبطة البطريرك أنا حاضر، أنا لست بدي أقول شغلي بس ما زي سألنا، أنا مش متمسك بمنصب وزاري، أنا بموقعي لست في وارد أن أتحدى أحد، لا رئيس الحكومة اللي بحترمه وبعزه وبجله، ولا المملكة العربية السعودية اللي كمان بحترمها وبحبها، وهذه في علاقة وطيدة بيني وبينها، بس ما بعرف ليش صارت هالعاصفة غير المتوقعة بسبب تصريح قلته قبل شهرين من تسلم منصب وزارة الإعلام. بعد ذلك أنا لست في موقع تحدي أحد، نحن ندرس الموضوع ومنشوف التطورات، بس يكون في ضمانات أنا حاضر. تبنى مجلس الأمن الدولي ب13 من أصل 15 صوتا قرارا يجدد لمدة عام مهمة قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وبذلك ستواصل مينوسكا وهي واحدة من أكبر مهمات الأمم المتحدة وأكثرها كلفة عملياتها بمشاركة عدد قياسي من العناصر يبلغ 14,400 جندي و2,420 شرطيا وفق القرار. وبالتالي فإن تعزيز عديد القوات الذي تقرر قبل نحو عام تمهيدا لإجراء انتخابات في تلك الدولة الإفريقية قد تم تأكيده لمدة 12 شهرا إضافية.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.